بك دكتور أشرف المدغري الإدريسي، مرحبا بك، صباح سعيد. مرحبا بكم وسنة صدر على هذا التأثير. صعب التواصل معك خارج على الإرادة ديالنا، أحيانا كاين بعض المشاكل شوية ديال الكونيكسيون. نعم أنت مشكور دائما دكتور أشرف الودغي الإدريسي دائما على التواصل. مرحبا جميع المستمعين للإذاعة الوطنية. مرحبا. إذا اليوم بدنا نعطيو خطوات صحية للحصول على بشرة سمراء بدون ضرر. دكتور نبدأ معك، شنو أول خطوة؟ كيفاش واحد يقدر يتعامل دابا في الصيف وأشعة الشمس للحصول على سمرة أو على البرونزاج؟ فكما سبق وتحدثنا البارح، فاحنا كنا قلنا بانه احنا ما كننصحوش الناس انهم يتعرضوا للاشعه الشمسيه بهدف الحصول على يعني ذاك السمره بواحد الكيفيه كبيره. لا باس ان الواحد ضروري شويه ديال الاشعه الشمسيه فتره القياس، لان هذا كيدخل في فتره ديال الاستجمام، ولكن يجب ان يكون ذلك بحذر كبير. اولا النصيحة الأولى هي تفادي الأشعة الشمسية في فترة الذروة، يعني حتى إلا بغينا ناخدو شوية ديال البرونزاج أو السمرة نتفادوا الأشعة الشمسية من 11 حتى تقريبا 3 زوالا، لأن احنا كنعرفوا علميا أن هاد الفترة هذه هي اللي كتكون فيها الأشعة الشمسية أكثر ضرر للجسم وللجلد، وليس فقط الجلد، لأننا ما ننساوش بأن الأشعة الشمسية عندها أضرار، كاين ما يسمى بليزانسولاسيون أو ضربات الحرارة أو ضربات الشمس، اللي كاين كلها تعطي يعني الإغماء، كاين كلها تؤدي إلى فقدان الوعي، كتؤدي إلى الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة في الجسم، وفي بعض الأحيان بالخصوص الناس اللي هما الجسم ديالهم ضعيف شيئا ما، كالناس اللي كبار في السن أو على عكس ذلك الأطفال أو الناس اللي عندهم أمراض أو هذا، كيكون يعني عرضة لهذه المشاكل هذه. ثانيا يعني إذا بغينا نتعرضوا للشمس نفضلوا الشمس ديال آخر النهار ابتداء من الساعة الثالثة والنصف الرابعة أو الصباح، اللي كتكون أخف ضرر، وكاين تمكننا أننا لا من ناحية صحية ناخذوا ذاك الحاجيات ديالنا من الفيتامين دي، ولا أيضا إذا بغينا ناخذوا شوية ديال البرونزاج. ثانيا إذا تعرضنا للأشعة الشمسية فمن الضروري الاستعمال ديال الواقي الشمسي، الواقي اللي كيستعمل حسب نوع البشره، حسب ايضا يعني القدره ديالو على حمايه البشره، على حسب القوه ديال الاشعه الشمسيه والفتره الزمنيه. ثالثا مش ضروري اننا نعرفوا، هذا كنأكد عليها دائما، فاستعمال الواقي الشمسي لا يعني يعني البقاء تحت الاشعه الشمسيه دون حمايه ولفتره زمنيه طويله، لان الواقي الشمسي عنده واحد المده زمنيه لا يمكن له ايضا حتى هو ما يكونش كافي للانسان، يعني ما جددوش بكيفيه مستمره، خصو يتم الاطلاع ديالو على كامل الوجه والعنق دون نسيان بعض المناطق اللي في كثير من الاحيان حنا كنشوفوا بعض سرطانات الجلد مثلا على مستوى الانف، على مستوى الاذنين، اللي في بعض الاحيان ملي كنستعملوا الواقي الشمسي كنساو هذه المناطق هذه. ثم الجسم باكمل ليه اختيار واقي شمسي اللي يكون القدره ديالو بالخصوص في هذه الفتره الصيفيه اللي يكون الاس بي اف ديالو مرتفع فوق 50، يعني هنا في هذه الفتره 30 او 25 فهو غير كافي، يكون 50، يكون ايضا في حمايه ضد الاشعه، ضد الاشعه فوق بنفسجيه من نوع الف، وهذه خاصها تكون يعني مكتوبه وكيقر بها المختبر اللي كيصنع هاد الواقي الشمسي، لان الاس بي اف ما كيعطيش بالضروره حمايه ضد الاشعه من نوع الف. ايضا الاحتماء عن طريق يعني الملابس، الملابس اللي كتكون فاتحه اللون، اللي يكون المياج ديالها او النسيج ديالها كيحمي ضد الاشعه الشمسيه. اذا ناخذوا شويه اللون مثلا واحد نصف ساعه، ثم كنستعملوا الوقايه الشمسيه اللازمه لتفادي جميع هذه الاضرار. ايضا الترطيب ديال البشره هو مهم جدا، لا عن طريق شرب الماء بكثره لحفظ الجسم من ارتفاع الحراره، وايضا الترطيب ديال الجلد اولا
خلال النهار ودابا كاين واقي شمسي اللي كيكون مرطب في نفس الوقت، وايضا كاين دابا يعني كريمات خاصه اللي يتم الاستعمال ديالها في اخر النهار او في الليل خلال هذه الفتره هذه اللي كتمكن اننا نحافظوا او نصلحوا بعض الاضرار اللي وقعت طيله النهار عند التعرض للاشعه الشمسيه. طيب شكرا لك دكتور على كل هذه المعلومات وهذه الخطوات الصحيه للحصول على بشرة سمراء بدون ضرر. غدا إن شاء الله غنتكلموا على حب الشباب وفصل الصيف، الوقاية والحماية وكيفية التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة، خصوصا هاد الفئة هذه من الناس اللي عندها المشكل ديال حب الشباب. معك دكتور أشرف إن شاء الله الودغيري الإدريسي المختص في طب الجلد بالرباط. إلى اللقاء. إلى اللقاء.